السلام عليكم. أول حاجة أحب أشكر المنظمين والقائمين على هذه الرحلة الجميلة والرائعة في صحاري الشرقية، رمال الشرقية. فشكر خاص لشباب جمبوري، طبعاً استمتعنا، كانت رحلة رائعة جداً، أول مرة تجربة في رمال الشرقية، فتعلمنا الكثير من هذه الرحلة واستمتعنا طبعاً بالسيارة الجيب، وعرفنا الميزات اللي موجودة في السيارة، كيفية استخدام السيارة، كيفية التحكم في الرمل، استخدام اللي هو الدبل فور ويل وغيرها من الميزات الثانية. فشكر خاص لشباب الجمبوري وشركة ظفار على التجربة الرائعة في رمال الشرقية. شكراً.